كما لاحظتم يعني اليوم تم تنظيم هذا الملتقى الهام اللي يتكلم عن موضوع الصيد البحري و الأكواكلتشر يعني تربية الأحياء البحرية. وأنتم تعلمون بأنه تنظيمه أولا في الداخل اللي هو منظمة فينيب، وحاضر له الكثير من حاضر له وزير من غامبيا، وحاضرين كذلك عدة وفود، وكذلك يعني من جمعيات ديال من الاختصاص، جمعيات يعني مهنية، وأضاف إلى ذلك هناك كذلك بعض الخبراء، وهذا كله يعني لا يتم نقاش عدة نقاط يطرقوا لها هامة، هي أولا الاستدامة، ثانيا التثمين المنتوج البحري، وثالثا يعني دعم التجارة ما بين المغرب والدول الإفريقية المجاورة، وهذا يعني نعتبر يعني فرصة كذلك اللي يتم فيها تبادل التجارب ونقاش هذه المعضلات والمشكلة الكبيرة. لليوم يصبح هذا الصيد البحري كما تعلمون هو مرتكز من الركائز الأساسية للاقتصاد في أفريقيا، وواحد من الضامنين الأساسيين للاستراتيجية ديال يعني فيما يتعلق بالأمن الغذائي. هذا هو عموما نقاط اللي لا يتم نقاشها واللي طرقوا لها بعض المتدخلين اللي فاتوا. مشكور. I'm honored to be invited to attend this forum and I thank the organizers and everybody present for the warm welcome they accorded me and my delegation into this meeting. I am also proud that since I came here everybody is nice and from the speeches I heard here and from the exhibition, I also know that Morocco has a lot of experience in fisheries and aquaculture sector. And when I go back home, I will make sure that my country also benefits from the experience of Morocco in fisheries and aquaculture sector. Thank you. السلام عليكم، معكم محمد أحمد حامنة، رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة داخل وادي الذهب. أكبر تجمع الشركات في مجال الأحياء البحرية بجهة داخل وادي الذهب وطنيا وحتى في إفريقيا، تكتل قرابة 90 شركة. حضوري للملتقى ديال سي فود فور أفريكا مقام بجهة داخل وادي الذهب من 4 ديسمبر إلى 6 ديسمبر، هو تم استدعاء رسمي حضور هذا اللقاء بحكم تجربتنا في هذا المجال ديال الصدفيات يعني لي زويتر وليمول وليبالودغ بالشراكة مع المستثمرين اللي داخلين معنا. هنا تلاقينا مع مجموعة من المستثمرين في المجال، منهم المصنعين باش نعطوهم المنتوج ويديروا بيريفيكاسيون باش نعودو نصدروه برا، ومنهم اللي مجموعة من الشركاء اللي عاودين ان شاء الله يشرو معنا برودوي، لأنه يعني اللقاء بين جميع الشركاء في المجال الأحياء البحرية بصفة عامة والصيد البحري بصفة عامة.